زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي منصة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في فعاليات أسبوع جايتكس للتقنية 2019. وكان في استقبال سموه سعادة اللواء محمد أحمد المري مدير عام إقامة دبي وعدد من كبار الضباط، واطلع سموه على أحدث وأبرز ابتكارات الإدارة الهادفة إلى تعزيز التحول الذكي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع خارطة الطريق التي حددتها الحكومة نحو مستقبل رقمي قائم على الخدمات الذكية.